مساء الخير على حضراتكم. النهاردة هنتكلم على أشكال المقابر اللي احنا لقيناها في جبانة الأشمونين أو منطقة تونة الجبل، واتكلمنا على كده قبل كده عن منطقة تونة الجبل كأحد أهم المناطق الأثرية الغنية جدا في محافظة المنيا في صعيد مصر. تعالوا نشوف كده ايه هي أشكال المقابر اللي احنا ممكن نشوفها في منطقة تونة الجبل. الحقيقة أول ما الأثريين بدأوا يبدأوا شغلهم في المكان، لقوا إن في أولا مقابر كانت بتاخد شكل المعابد، لدرجة إن في بعض الأثريين اعتقد بشكل خاطئ إن المقابر دي في الأصل هي معابد، ولكن بعد الكشف الأثري المستمر والدخول للمباني ديت لقينا إن هي مقابر لكنها بتاخد شكل المعبد. وعادة كانت هذه المقابر مصنوعة من الستون. على الجانب الآخر لقينا شكل تاني أو طراز تاني من طراز المقابر اللي موجودة في المنطقة، وهي مقابر بتاخد شكل البيت العادي التقليدي، وديت ممكن تكون مستخدمة فيها اللايمستون بشكل أكبر. تعالوا نقول المعلومة ديت بالإنجلش. When the archaeologists discovered this place, they found that there are two shapes of tombs in this site in the area or in the cemetery of Tuna al-Jabal. They discovered firstly tombs, temple-shaped tombs, which were mainly made of stone. As for the other shape of tombs, they are house-shaped tombs, and they are mainly made of limestone. ده شكل مثلا من المقابر اللي عندنا، ودي بتاخد شكل البيت زي ما احنا شايفين اهوت، هي شكل بيت عادي جدا، وجنبها شكل معبد او مقبرة تانية بتاخد شكل المعبد. يعني الطرازين الشكلين ظهروا جنب بعض مش مفصولين عن بعض. So in this picture we can find the two shapes of the tombs. This one is a temple-shaped tomb, which is numbered as T10, and the other one is a house-shaped tomb in Tuna al-Jabal also, and it's numbered M17. They are built beside each other. الاثنين موجودين بجانب بعض. تعالوا نشوف كده كل نوع شكله كده بشكل قريب اكتر. ده مثلا شكل من المعابد او المقابر اللي بتاخد شكل المعبد، وده موجود في منطقة تونة الجبل. الحقيقة عكس المقابر او الامثلة اللي بترجع للعصر البطلمي من هذه المقابر، لكن المقابر اللي بترجع لعصور متأخرة اكتر، يعني نهاية العصر البطلمي وبداية مثلا العصر الروماني، عادة بتكون يعني في كتير من المقابر ديت خالية جدا من الزخرفة او ما فيهاش غير زخارف بسيطة جدا مثلا على الابواب، في النيش بتاع الحناية بتاعة المقبرة نفسها، في تيجان المعابد وهكذا. على سبيل المثال عندنا المقبرة اللي بتاخد شكل المعبد اللي هي ديت، وبتاخد رقم 48، ودي بترجع للعصر البطلمي. زي ما احنا شايفين هنا ان اولا هي فيها ألتر او مذبح، والألتر دوت كان بيستخدم للطقوس المختلفة المستخدمة للمقبرة ومن اقارب المتوفى. وبعد كده هنلاقي الانترنس او مدخل المقبرة مصنوع من المدبريك، تمام، ودوت بيؤكد ان المقبرة تم استكمالها او يعني بترجع لنهاية العصر البطلمي وبداية العصر الروماني. الحقيقة المقبرة نفسها مبنية على مكان عالي، يعني هي محطوطة على كده مكان عالي. المكان العالي دوت بيسمى في العمارة ببوديوم، البوديوم معناها المكان المرتفع، علشان تدي ايحاء ان هو زي المعبد بالظبط. يبقى ده أحد أشكال المقابر اللي بتاخد شكل المعبد. Unlike the early Ptolemaic examples of these tombs, the more late examples, النماذج اللي بترجع لعصور بعد كده, are empty of any type of decoration or only house simple decoration around the doors, niches, capitals, and windows. For example, we have this one, and this is a temple-shaped tomb. It's made of stone. We can find here an altar which was used by the relatives
relatives يعني ايه relatives يعني ال أقارب المتوفى. They were used by the relatives of the deceased to make different rituals. And we have also here the entrance. In the entrance, we can find that limestone was used, limestone or stones of lime, which confirmed that this piece or this building dates also back to the Roman period, where it was continued to be used till the Roman period. The tomb here looks like a Roman temple. Why I say that this tomb looks like a Roman temple? Because it's built on a high place. What is the meaning of a high place in architecture? Podium. So podium is a high place. دوت أحد الأشكال اللي إحنا بنستعرضها لحضراتكم. ده شكل آخر، شايفين الشكل ده؟ ده برضو مقبرة بتدي شكل المعبد، والحقيقة دي من أوائل المقابر اللي تم اكتشافها في المكان. الحقيقة سامي جبرة هو اللي اكتشفها، الأثري المصري المتميز جدا. وبرضو زي ما احنا شايفين كده، هي مبنية على جزء عالي، وزي ما قلنا الجزء العالي أو المنطقة العالية دي دايما بتسمى بوديوم، وداخلها يوجد سلم. الحقيقة المقبرة ديت المدخل بتاعها مدخل يعني بياخد كده حاجة في العمارة اسمها الأدوليك أو الأديكولا، وديت عبارة عن شكل زي المعبد نفسه، ويقال إن كان بيتحط فيها المومياء بتاعة المتوفى قبل إنزالها أو قبل إن احنا بندخلها للمقبرة نفسها. So this is one of the temple-shaped tombs which was discovered in the necropolis of Tun al-Jabal. It was discovered by a very important and remarkable archaeologist, Egyptian archaeologist, who was named Sami Gabra. Like the previous tomb, زي المقبرة اللي قبل كده, this tomb also was built on a high podium. And again, what is the meaning of a high podium? Where it's a high place in architecture. And the adicula, اللي هي الفساد of the temple, it was used to expose the mummies before being led in their tombs. بحط يعني جواها بحط الموميا قبل ما بدخلها للمقبرة داخل المقبرة نفسها. يبقى لغاية دلوقتي احنا شفنا النوع الأول من أشكال المقابر في منطقة تون الجبل اللي هي temple shaped tombs. زي ما قلنا temple shaped tombs take the shape of a temple. من حاجات المميزة فيها sometimes we can find an altar which was used for making different rituals. بستخدم فيها المذبح أو الالتر اللي بيبقى موجود قدام المقبرة. This is number one. And sometimes it contains steps or an entrance. في بعض السلالم اللي بتؤدي جوه المقبرة. ومن الحاجات المميزة فيها جدا إن هي دايما بتبقى مبنية على جزء مرتفع which is called podium. فبعضها ليها مدخل ضيق كده أو صغير زي دوت، ودي اللي بتقال عليها الأديكولي، ودي الأديكولي ديت أو the facade of the temple. It was used for the mummy to be exposed before being buried inside the temple or inside the temple-shaped tomb. ده الشكل الثاني من أشكال المقابر اللي احنا نقدر نشوفها في جبان تونة الجبل. الحقيقة مقابر ديت عادة بتبقى موجودة أو يعني مبنية على شكل دورين. أدي الدور الأول تحت والدور الثاني. بصل للدور اللي فوق دوت من خلال سلم خارجي مش داخلي. أدي السلم، بقايا طبعا السلم أهو زي ما انتوا شايفين. وعادة الدور اللي جوه التحت دوت بيبقى مستخدم فيه أو مبني بعبارة عن أوضتين ورا بعض. الأوضة الأولانية مستخدمة من قبل أقارب المتوفى، والأوضة التانية اللي هي اللي جوه عادة بتبقى هي حورة الدفن الرئيسية. السقف بتاع المقابر ديت أو الدورين عادة بياخد الشكل المقبي. يعني إيه مقبي؟ يعني السقف مش مستوي، لا السقف كده بياخد كيرف كده شوية من جوه. دوت بالنسبة للنوع الثاني من أنواع المقابر اللي موجودة في منطقة تونة الجبل. تعالوا نقول المعلومة دي بالإنجليش. The house-shaped tombs, they are mainly made of limestone. The majority, يعني إيه majority؟ يعني الأغلبية. The majority of this type of tombs consist of two chambers leading to each other or two rooms leading to each other in the first floor. And the main building takes the shape of a house, a traditional house consisting of two floors or two stories and an external or internal staircase. بالضبط كده external staircase that leads from the first floor to the second floor. And this is one of the
very well preserved examples of the house shaped tombs in the area of Tuna El Jabal. ده برضو شكل من اشكال المقابر اللي بتاخد شكل بيت. تمام، هم عبارة يعني هم الحقيقة احنا ممكن نقول ان هم مقبرتين لازقين في بعض، الاتنين واخدين شكل البيت، وزي ما احنا شايفين هنا في بقايا الوان على الجدران. زي ما لو انتوا فاكرين لما قلنا ان بقايا الالوان على الجدران في بعض الاحيان الفنان كان بيحاول يحاكي او يقلد اشكال الاحجار الثمينة او المواد الخام الثمينة اللي كانت غالية ما يقدرش يجيبها، فبالتالي بيقلدها عن طريق الرسم. يعني مثلا بدل ما يجيب رخام ويكلف نفسه، ان الرخام كان غالي وما كانش متوفر قوي، فبدل ما يكلف نفسه ويجيب رخام ويقعد يقطع في الرخام ويبني بيه مقبرة، لا هو يعني تحايل على الموضوع وبدأ يعمل layer of plaster. يعني الجدران كلها كانت بتغطى بطبقة من الجص، وبعد كده بتلون بألوان مختلفة علشان تدي تعريقات الرخام نفسها كأنه مستخدم الرخام في المقبرة. وقلنا ان الطريقة دي قلنا عليها ان هي اسمها الارثوستس، is imitating marble and precious materials by using painting. ان انا بحاكي المواد الخام الثمينة ديت الغالية في الثمن من خلال عملية الايه الرسم. ودي احد برضو الاشكال المميزة للمقابر، ودي زي ما قلنا هي مقبرتين جنب بعض double house، يعني هي تعتبر كأنهم مقبرتين منفصلتين بس بنفس ايه المبنى. وهنا يعني للأسف الدور اللي فوق دوت يعني ايه يعتبر متهدم إلى حد كبير. So this is another shape of the house tombs. They are in fact two house shaped tombs joining each other, and we can find here traces of colors in the facade of the two house shaped tombs. And as we said before, that imitating the precious materials, especially marble, by using painting is called orthostos. Orthostos. ده كان موضوعنا النهاردة في الفيديو. النهاردة بيتكلم على أنواع وأشكال المقابر، زي ما قلنا هما شكلين رئيسيين موجودين في جبانة تونا الجبل. دي كانت المراجع المستخدمة، وشكرا لحضراتكم.